الله يرزقني بأمي، الأم جابتني في هذه الدنيا والله يرحمها ويغمد روحها لينا يا رب، وحياة الفهد أمي الثانية اللي من 2009 من توفت أمي الله عوضني فيها، إنسانة تسأل عني دائما، تتمنى لي الخير، أعزها يعني صج صج. يعني أنا اللي هي على حياة الفهد يغلط عليها بأي شكل كان عادي أدش في السجن ما عندي مانع. نورة ياسر تقول لي مي عقلي ورئيسي وضح سبب انسحابه من ماما نانا في أحد البروفايلات. إيه شفت أنا تعليقه، بس هو لا هو ما كان واضح، هو أنا شفته يعني كان معلق في بروفايل الناقد قال أنا كان اتفاقي معاهم على عروض الأضحى والفطر مو مع المهرجانات، ما احنا كنا نتحكي عن عيد الأضحى مو كنا نتحكي عن المهرجان نهائيا. هو رفض انه يشيل شنبه في عيد الأضحى، ونفس ما انا قلت انه اصر الحملي قال انا متفق وياك من عيد الفطر، على هالاساس ما يصير ياهل دور ياهل وعنده شنب هالمتن، وهذا حقه كونه منتج ومخرج العمل. وهو ما رضى يشيل، بعدين قال لهم انا لا انا خلاص ما اصور معاكم الاعلان وانزل وياكم عروض. قال له الحملي مو بكيفك. جت بعدين فرح هادي بعد ما انسحب عقيل سوت حركه دشت قالت له وين عقيل؟ قال له انسحبت. تقول خلاص انا بعد بمشي. قال خلاص الله وياك، يعني انتوا على بالكم تلون ذراع اي منتج؟ اتفقت اتفاق كامله، مو قد الاتفاق لا تدش من اوله، سواء ان كان عقيل وفرح ولا غير عقيل وفرح، اي فنان في بداياته. وترى السالفه ما هي حرب، سالفه وايد بسيطه، اتفاق اتفقتها كامله، ما تبي تكمل اتفاقك لا تدخل من الاساس، لان هذا ينحط من ضمن الالتزام بالعمل.